من وين جبت فكرة تسمية المركز باسم ظافر؟ انت مو شايف انه المرحوم بيستاهل هذا الشيء؟ طبعا بيستاهل، بس عم بسألك شو السبب؟ يمكن قلت لك بالجنازة حكيت مع مرته لظافر. ما كان في داعي انه تخبرني ما هيك؟ ليش عم تسوي هيك يا كرم؟ نحن يلي عم نبني المركز، كيف بتوعدها لمرته بهذا الشيء؟ شو حيصير اذا رفضت البلدية؟ ما رح ترفض، لانه شركة ظافر هي اللي عم تمولنا المشروع. وامتى كنت ناوي تخبرني بالموضوع؟ هي خبرتك قدام المنفذين؟ خبرتني قدامهم كأني غريب مشان تحرجني ما هيك؟ كرم، مو نحن شركة؟ كيف بتاخد قرار لحالك بهيك مشروع كبير؟ ليش انت اجيت وخبرتني لما عملت شركة لحالك؟ هيك اكيد ما رح يمشي الحال. هيك رأيي، يا اما بنشتغل مع بعض. ايه يا مننفصل كرم. ايوه ايه مننفصل. انور بيك، سيد نجاد من وزارة الاسكان بده يحكي مع حضرتك. مالي فاضي، خليه يتصل بعدين. ماشي حاضر، انا بعتذر منك سيد نجاد.